اليوم كذلك في شهر رمضان الفضيل نفتح مستشفى العقلة. مستشفى العقلة 60 سرير وقاعدي، ولكنه له طاقة استيعاب لأكثر من 120 سرير. فيها اليوم سبع مصالح بقدرة تكون من الآن حيز الخدمة. نحن كمواطنين بلدية العقلة نثمن هذا الافتتاح الذي يعتبر يعني بمثابة إنجاز طابع انتظاره، يعتبر لنا تقريب الخدمات الصحية للمواطن.